مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نبدأها بالعناوين. في المواقع المحلية دعوة من حضرموت لتقرير مصيرها بعيدا عن عدن. وفي البي بي سي، هل زرعت إثيوبيا 350 مليون شجرة في يوم واحد حقا؟ وفي الأخبار المنوعة، اتصل بالشرطة خطأ فاكتشف 100 قطعة سلاح في منزله. العديد من العناوين وردت في موقع المصدر أونلاين، نطالع في أبرزها. أكد عدم حدوث أي انسحاب. الناطق باسم المجلس الانتقالي، لمن نسلم هذه المعسكرات؟ أكد نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أنه ليس هناك أي انسحاب لقوات المجلس من المواقع والمعسكرات التي سيطر عليها في عدن خلال الأيام الماضية. وقال هيثم، لمن نسلم هذه المعسكرات؟ ينبغي مناقشة ذلك خلال المحادثات التي دعا إليها التحالف. ومن ذات المحافظة، مصدران في عدن، قوات الانتقالي لم تنسحب من المواقع التي سيطرت عليها. وفي عنوان آخر، هذه الأسماء لمسؤولين تم نهب منازلهم في حي واحد بعدن من قبل مسلحي المجلس الانتقالي. تبعات أحداث عدن تتوالى، ويبدو أن تدهور الحياة يبدأ تدريجيا. ومن عدن الغد نطالع. قيادة البنك المركزي أبلغت الرئاسة عدم قدرتها على العمل بعدن عقب الانقلاب على الحكومة، حيث علم عدن الغد أن قيادة البنك المركزي اليمني أبلغت الرئاسة أنها لن تستطيع العمل وإدارة البنك من عدن في ظل الظروف الحالية وعقب الانقلاب الذي نفذه المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن محافظ البنك حافظ معياد طلب إعفاءه من مهامه كمحافظ للبنك، مشيرا إلى أنه قبل بالمنصب في ظل ظروف توافق كبيرة وحضور للدولة ومؤسساتها، وهو ما تم إسقاطه في عدن مؤخرا. ومن عواقب سقوط عدن في أيدي الميليشيات سياسيا، دعوة من حضرموت بحق تقرير المصير، حيث يعنون عدن الغد، وزير سابق يدعو إلى منح الحضارمي حق تقرير المصير. دعا وزير النقل السابق بدر باسلمة إلى منح أبناء حضرموت حق تقرير مصيرهم. جاءت الدعوة عقب أسبوع من الصراع الدامي في عدن. وقال باسلمة، ليس هناك وحدة بالقوة، كما ليس هناك إلحاق بالقوة. حق تقرير المصير لحضرموت مطلب لتحقيق تطلعات أبناء حضرموت. التقزيم الذي ينال من الكرامة والمكانة والشرف. تحت هذا العنوان، كتب السفير اليمني في الأردن علي أحمد العمراني، مضيفا في مقال تنشر بلقيس أجزاء منه. أحدهم ظهر قياديا هذه الأيام تابعا للخارج، كان إلى عهد قريب يتغنى بوحدة اليمن في الليل أكثر من النهار، ويفتي بفجور من ليس وحدويا، بل قال مرة في معرض دفاعه عن اليمن الواحد أنه يؤيد الوحدة حتى مع الصين. لكن الدراهم قلبت حافظ القرآن والحديث رأسا على عقب، وأعلن النفير العام ضد اليمن ووحدتها وسيادتها وكرامتها كما رأيتم وسمعتم. عندما يتلاشى عهد التيه، وعسى ألا يطول كثيرا، سيعود الاعتبار والتمسك بالكيان اليمني الواحد والهوية اليمنية الواحدة. ولاحظوا إن مشروع الانفصال بلا هوية وبلا أشياء أخرى كثيرة محترمة ومعتبرة لا تقل أهمية، ومثله المشروع الحوثي الطائفي العنصري، وإن كان يتدثر الآن تقية ونفاقا بالهوية والوطنية اليمنية. حقبة التيه والفوضى والتجديف أمعنت وأجرمت كثيرا في شيطنة اليمن كيانا واحدا وهوية واحدة. تصار هناك من يتجرأ ويقول لينقى الجنوب من دنس اليمننة، ولأسباب وأسباب لا يوجد الآن ما يحمي ويرعى اليمن كيانا وهوية وكرامة بالمستوى والقدر الكافي. لكن اليمن كيانا وهوية وكرامة سوف يصحو
ويستيقظ، حتى لا أقول يثأر، مثل ما كان عليه الحال في حقب ماضية منذ عهد نشوان الحميري وأبي الحسن الهمداني، وحتى سالمين وفتاح والسلال وعنتر والحمدي والجاوي وغيرهم كثير. عهد المشاريع الصغيرة وعهد أصحابها لن يطول، ومع أنها متعبة ومكلفة فهي ليست نهاية التاريخ، واليمن ولادة منذ آلاف السنين. موقع الصحوانت يتابع ما تم نسيانه ومن تم نسيانهم وتجاهل مأساتهم، وعلق الموقع: النازحون عيد بلا فرحة، قصص من مخيمات النزوح، ذكريات جميلة وأماكن ارتبطت في أذهانهم بمناسبات عزيزة عليهم، كانوا يحيون ليلة العيد جنبا إلى جنب على أنغام: أنستنا يا عيد وعيدك مبارك وأيامك سعيدة. والأطفال ينامون وهم يحتضنون ملابسهم الجديدة في شوق ولهفة، منتظرين قدوم الصباح. أما اليوم فلا شيء من هذا، فقط حنين لذكريات المنزل الأول. نازح من محافظة تعز بدت عليه الهموم حتى تكاد تلمسها بيديك، يقول للصحوانت: كنا نسمر أنا وعائلتي ليلة العيد ونحن نرتب الأشياء التي سنضع عليها الحلوى، والأطفال من حولنا يجرون ويضحكون. أما اليوم فلا شيء يدل على فرحة العيد حتى عند الأطفال. لم نعد نزور الأقارب والأصدقاء، وأولادي يقضون يوم العيد بملابسهم العادية. يقول محمد وهو سائق حافلة سابق ويعيش مع زوجته وأطفاله في مأوى جماعي بالقرب من مدينة مأرب: كنا محظوظين لأننا فررنا باكرا، فبعد ثلاثة أيام تعرضت حافلة كانت مليئة بالناس للقذائف، ما أدى إلى وفاة عدد كبير منهم. امرأة اكتفت بالقول للمحرر: إن العيد في الملاجئ يختلف عن العيد في البيت. ومن المدينة التي سقطت أولا في أيدي ميليشيا الحوثي، حيث لا تزال التبعات تتوالى بعد سنوات خمس، نطالع ما نشره موقع المشاهد نت: إغلاق المطاعم خيارات مرة تدمر بيئة الاستثمار في صنعاء. مزيد من التضييق الاجتماعي والاقتصادي يعانيه اليمنيون تحت مسميات كثيرة. هذه المرة شملت إجراءات التضييق التي تمارسها جماعة الحوثي تجاه قطاع بالغ الحيوية وهو المطاعم، حيث فرضت الجماعة إجراءات ورسوما عشوائية وغير مبررة، فتم إغلاق أهم المطاعم في العاصمة صنعاء. اعتمدت الجماعة مبدأ إغلاق المطاعم تحت ذرائع مختلفة، فتارة بسبب منع اختلاط النساء بالرجال، وتارة أخرى لعدم وجود مواقف خاصة بسيارات عملاء المطاعم. ويقول مصدر: في أحد المطاعم الكبيرة بصنعاء طلب عدم ذكر اسمه إن جماعة الحوثي تحصلت على مبلغ 240 مليون ريال يمني من مطعم واحد عن السنوات الثلاث الماضية. ولكن كيف حدث ذلك؟ وفقا للموقع، تعتمد المطاعم الكبيرة على أنظمة محاسبة لدى شركة مايكروسوفت، ومن الشركة حصلت الميليشيا على كافة الحسابات وورداتها أو ووردتها لصالحها. في المقال القادم: ترويض الثروة أو الثروة العقلية، تحت هذا العنوان كتب فواز حداد مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. تعاني الدكتاتوريات من انخفاض استثمار الثروة العقلية في بلدانها لعدم معرفتها بأنها ثروة ولحداثة عهدها بهذا النوع من البشر. ما يحير هو أن رجالات السلطة عندما يضطرون إلى التعامل مع هؤلاء الأشخاص ذوي المعدلات المرتفعة من الذكاء يتحكمون بهم بدلاً من العكس، مع أن رجالات السلطة بوجه عام يتمتعون بقدرات عقلية منخفضة، فمن أين لديهم القدرة على توجيه ذوي القدرات العقلية المرتفعة نحو مآربهم؟ تتبادل السلطة مشاعر الاحتقار مع الأذكياء، فأجهزة الحكم الدكتاتوري تحتوي على أكبر نسبة من الأغبياء، فيضيقون بالأذكياء ما سبب العداء بينهما، بالتالي إما أن يقضى عليهم أو يدفعون إلى الهجرة. غالبيتهم لا يستطيعون مغادرة البلد بسبب ارتباطهم بعائلاتهم، وربما لتعلقهم بأوطانهم، لذا تتكفل الدكتاتورية في إيجاد بيئات خاملة تقتل ذكاءهم على مهل لمجرد عدم وجود منافذ لتصريفها.
فيتماوتون مع الوقت من انسداد الآفاق. تنبهت الدكتاتوريات الناشئة بعدما أصبحت دكتاتوريات راسخة إلى أن الذكاء إن لم يوظف لخدمتها فسوف يهدها، كما أدركت أن الذكاء محايد بالوسع توجيهه الوجهة المرغوبة، ما يضمن تثبيت سلطتها، وذلك بإنشاء كادر من المتميزين بذكائهم بشرط انتزاع الضمير منهم والتعهد بالولاء لسلطة بلا ضمير. أما الدعوة فهي أن السلطة تريد تخليص العالم من الأشرار بصرف النظر عمن هم الأشرار: النازيون، اليهود، الإسلاميون، رجال العصابات، مافيات المخدرات، الشعوب الزائدة عن الحاجة. أما المثال المحلي الناصع لهذه العملية في بلداننا فاختراع حفنة من الأذكياء، البراميل المتفجرة. وهكذا جرى تحويل الأذكياء إلى مجرمين حقيقيين يعرفون تماماً ماذا يفعلون وعلى من ترمى براميلهم، وأن القتلى مواطنون مثلهم يحملون معتقدات غامضة، مثلاً يريدون الحرية. تتباين مواقف الأطراف الجنوبية غير المنخرطة ضمن صفوف المجلس الانتقالي وكيل الإمارات في اليمن تجاه ممارساته في عدن، لا سيما وكما ذكرت صحيفة العربي الجديد بعدما قاد في الأيام الماضية انقلاباً جديداً على الحكومة اليمنية وسيطر على مقراتها السياسية والعسكرية رافضاً دعوة السعودية إلى الانسحاب. ومرد هذا التباين بحسب الصحيفة يعود إلى رؤية كل طرف من الكيانات السياسية الجنوبية للقضية الجنوبية ومواضيع الوحدة والوحدة والانفصال والفيدرالية في موازاة لذلك أو موازاة ذلك. يوجد شبه إجماع بين عدد ممن استطلعت العربي الجديد آراءهم على أن المجلس الانتقالي يستغل القضية الجنوبية للتخلص من معارضي مستنسخا ليس فقط أساليب الحوثيين بل بعض مما خبره الجنوب في فترة ما قبل الوحدة، محذرين من أن ما يجري يهدد بخسارة القضية الجنوبية أبرز مكاسبها التي حققتها طوال السنوات الماضية. ولا تقتصر المخاوف على السياسيين الموجودين في عدن بل تتعداها إلى مناطق أخرى بينها حضرموت التي تخشى نخب يمنية عدة أن تكون الواجهة المقبلة لمحاولة زعزعة الاستقرار فيها، أخذا بالاعتبار أهميتها نظرا لكونها الأغنى بالثروات في اليمن ككل. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما جاء في موقع عربي بوست قرارا جديدا من شأنه عدم منح الإقامة الدائمة البطاقة الخضراء للمهاجرين الفقراء الذين يحصلون على إعانات من الدولة. وقالت وكالة رويترز أن القرار سيجعل مئات الآلاف من الأشخاص غير مؤهلين للإقامة الدائمة لأنهم أكثر فقرا، وستسري اللائحة التي طال انتظارها والتي ضغط من أجل اعتمادها كبير مساعدي ترامب لشؤون الهجرة. يتابع الموقع: سيقضي القرار برفض طلبات الإقامة المؤقتة أو الدائمة التي يقدمها من لا يستوفون معايير الدخل أو من يتلقون مساعدة من الدولة. وقال البيت الأبيض في بيان إن قرار واشنطن يأتي في إطار جهودها لإعادة تركيز نظام الهجرة على من يستحقون الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. بينما اعتبر المدافعون عن حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة أن القرار الجديد يمكن أن يكون أقصى إجراءات إدارة ترامب في إطار سياساتها المناهضة للمهاجرين. لقد كان واضحا أن أبوظبي لا تنوي تخفيض وجودها العسكري في اليمن أو حتى الانسحاب التدريجي النهائي من التحالف من دون إنشاء قوة محلية تابعة تكفل الإبقاء على النفوذ الإماراتي في الكثير من مناطق الجنوب، وخاصة في الموانئ والجزور والثغور ذات الأهمية الاستراتيجية. هذا ما قالته صحيفة القدس العربي في أحد مقالاتها، حيث تفيد الصحيفة: هذا على وجه التحديد هو الدور الذي أناطته أبو ظبي بنحو 90,000 مقاتل من أبناء الجنوب والمناطق الساحلية، جندوا في فصائل عسكرية وميليشيات انفصالية توحدت تحت راية المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حاول السيطرة على عدن مطلع العام 2018، ثم كرر المحاولة مؤخرا عند اقتحام القصر الرئاسي في المعاشيق حيث مقر الحكومة المؤقتة أيضا. وإذا صح القول بأن هذه الخطوة الإماراتية تعد نكسة لوحدة الصف داخل التحالف
الذي تتشارك السعودية والإمارات في قيادته منذ البدء، فإن من الخطأ الظن بأن الرياض كانت غافلة عن الخطوة الإماراتية أو أنها لم تتواطأ على إنجاحها. حين لزمت الصمت المطبق طوال 4 أيام كانت كافية لكي تستكمل ميليشيات هاني بن بريك زحفها على القصر الرئاسي وتجبر حاميته على الاستسلام. الدليل الآخر على التواطؤ السعودي هو صمت القبور الذي خيم على الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، وكأن القصر الذي سقط لم يكن آخر ما تبقى لرئاسته من عناوين، أو كأنه لم يكرر في الماضي شكواه من اتساع نفوذ الإمارات في الجنوب عموماً وفي عدن تحديداً. وفي المقابل كانت مبادرة الرياض إلى دعوة أطراف النزاع لاجتماع طارئ أو الإنذارات التي أطلقها ضباط التحالف بقصف مخالفي وقف إطلاق النار مجرد ذر للرماد في العيون. ومع ذلك فليس من المبالغة التكهن بأن الاحتلال الإماراتي غير المباشر لن ينعم بالهدوء على أرض ذات تاريخ عريق في المقاومة ومواجهة الغزاة. تقول إثيوبيا إنها غرست ملايين الأشجار خلال يوم واحد ضاربة رقما قياسيا عالميا كما تقول، لكن هل هذا ممكن؟ تتساءل البي بي سي في صفحتها الرئيسية، حيث تعنون: هل زرعت إثيوبيا 350 مليون شجرة في يوم واحد حقا؟ وقالت التفاصيل إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أطلق حملة زرع مليار شجرة في بداية السنة لعلاج إزالة الغابات والتغير المناخي. وزعت الأشجار على متطوعين في أنحاء البلاد قبل بدء العملية ب3 أيام، وأعطي بعض الموظفين إجازة ليوم واحد لمساعدة في العملية التي شارك فيها مسؤولون من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودبلوماسيون أجانب. ما هو احتمال أن يكون هذا العدد الضخم من الأشجار قد زرع فعلاً؟ يقول الخبير تيم كريستوفرسون، الذي يقوم بتنسيق الأعمال المرتبطة بالغابات والتغير المناخي في الأمم المتحدة، إن ذلك ممكن مع التنظيم المناسب. وقال إن متطوعاً واحداً يستطيع زراعة 100 شجرة في اليوم، وقد شارك في العملية 23 مليوناً من أصل 105 ملايين هم سكان إثيوبيا. ولو غرس كل متطوع 100 شجرة فإن بالإمكان تجاوز 350 مليون شجرة بسهولة. في الأخبار المنوعة التي نشرت اليوم نطالع من عناوين صحيفة الحياة اللندنية: اتصل بالشرطة خطأ فاكتشفت 100 قطعة سلاح في منزله. وقالت الصحيفة إن رجلا كنديا 70 اتصل بالشرطة خطأ ظنا منه أنه رقم الاستعلامات، فاكتشفت القوى الأمنية في منزله نحو 100 قطعة سلاح قامت بمصادرتها. وأعلن عناصر من الشرطة الفيدرالية الكندية أنهم عثروا على 94 بندقية و6 مسدسات في منزل يقع في مقاطعة نوفا سكوشا شرق كندا. وكان الرجل البالغ 73 عاما يمتلك رخصة بهذه الأسلحة، لكنه لم يكن يخزنها بطريقة نظامية، أي أن تكون مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة. فصدرت الشرطة الأسلحة وأوقفت الرجل لفترة قصيرة. وكانت الشرطة الفيدرالية توجهت إلى منزل الرجل في إجراء احترازي للتحقق من سلامته، مع أنه أكد اتصاله عن طريق الخطأ. وتعتمد الشرطة الفيدرالية سياسة الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال، حتى لو تم الاتصال خطأ، وحتى أيضا لو قطع المتصل الاتصال فورا. وفورا أيضا عثر عناصر الشرطة على الأسلحة. أمل صقر: لاجئة فلسطينية في العراق منذ 42 عاما تكتب عن معنى أن تكون بلا وطن وبلا حلم بالعودة وبلا حق بالتملك، فماذا تقول؟ هذا ما نعرفه من خلال ما كتبت في موقع داعش. أعيش في العراق منذ عام 1979، وبسبب المتغيرات السياسية بعد أحداث عام 2003 لم أعد لاجئة، إذ عدتني الحكومة العراقية طالبة لجوء كغيري من الفلسطينيين المرحلين إلى العراق من مصر والكويت. في عام مسيرة ترحيلنا إلى العراق بدأت تضج شعارات حق العودة للفلسطينيين، فخرج علينا قرار جامعة الدول العربية: لا يحق للفلسطينيين التجنس بجنسية البلد الذي لجأوا إليه لكي لا ينسوا قضيتهم، فنسوها هم
وحملنا نحن أعباء هذا القرار، إذ كتب على أجيال كاملة أن تنتمي ولا تنتمي لأي دولة في الوقت ذاته، وأنا واحدة من ملايين. الطريف أنني حصلت على اللجوء في العراق في 25 حزيران يونيو من العام الجاري 2019، أي بعد مرور 42 عاماً على وجودي في العراق. عندما سلمني موظف اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين الهوية، وقفت صامتة لدقائق. سألته: هل يحق لي أن أشتري سيارة أو بيتاً؟ فأجاب: طبعاً، أعرف كما غيري من اللاجئين أن الفلسطيني لا يحق له التملك في العراق، أي أنه لا يستطيع أن يشتري بيتاً أو أرضاً، وذلك كي لا تقوى جذوره في البلاد ويبقى حاضراً في ذهنيته أنه في يوم ما سيرحل عن هذه الأرض لا محالة. في الحقيقة لم أعرف وطناً لي غير العراق، وعلى الرغم من ذلك أنا لست عراقية وفقاً للقانون. أشعر بأن لي قضية تربطني بوطني الأم فلسطين، على الرغم أنني لم أعرفه ولم أعش فيه ولا أحمل أي ذكريات من شوارعه ومطارحه. أما العراق فأعرفه، أعرف شوارعه وبيتنا وأين لعبت ودرست ورقصت وتنفست. هذا بيت صديقتي وذاك بيت جارتي. في أحد المرات سألني باحث في أحد المراكز البحثية في لقاء عن تجربة اللجوء، وكنت واحدة من بين 5 لاجئين اختارهم المركز في دول مختلفة للحديث عن شعورنا كلاجئين. سألني في نهاية اللقاء: إذا تغيرت الظروف وأتيحت لك فرصة العودة إلى فلسطين، هل ستعودين؟ كان السؤال صادماً. شعرت بخدر في أطرافي وبكيت. فسألني: ما الذي يبكي أمل صقر؟ أجبته بصوت مبحوح: أوطان أنتمي إليها ولا أنتمي. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، والتي نشرت مجموعة من صور الطبيعة والحيوانات بالإضافة إلى أخرى متنوعة من مختلف مناطق العالم. نتابع. لفن الكاريكاتير القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية أحياناً، وفقاً لواحد من تعريفات هذا الفن المتعددة. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.